السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الكرام، في فيديو جديد حول السفر بالبكر بيضو. يعني أول تجربة لي هذا الفيديو، هذا كان قبل رمضان، الفيديو اللي هو اللي غنحطو دابا كان قبل رمضان، وكل مرة كنقول عنزلو سبحان الله إلى يومنا هذا. سبحان الله ملقانا ديال تحميل الفيديوهات ما وقعتش، خاصة أن الإنسان كيشوف التفاعل قليل في القناة، فيعني كتعب على واحد الفيديو وكتحطه في الآخر كتلقى هذه المشاهدة قليلة، فما كتبقاش عندك القناة باش تحط الفيديو، لأن كتشوف راسك كتحط فيديو على ناس ما غير موجودين للأسف يعني. المهم في الآخر قلت غنحط هذا الفيديو، إخواني استافدوا اللي مقبلين على شراء الدراجة هذه المتواضعة. أولا نخليكم مع الفيديو ديال الرحلة، هي ما تصورتش كاملة بسبب أن تليفوني يعني قطع لي في نص الطريق ديشارجا، وما كانش عندي الخيط باش نشارجيه. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إن شاء الله إن شاء الله اليوم غنجربو إن شاء الله الصديق ديالنا بيكر بيضو في هاد الصافيرة، هادي أول صافيرة لي بالموتور، نشوفو واش غيدير معنا إن شاء الله، واش غيصبر معنا ولا لا. شوف كيفاش في نتمنى الصورة تكون واضحة والصوت، صراحة كاين معاناة شوية في هاد التصوير ديال التليفون، مكاين ماشي مشكل. هاد الصافيرة هادي فيها تقريبا 230 كيلومتر من الدار البيضاء إلى سوق أربعاء الغرب البلاد، نمشيو نصلو الرحيم ونبدلو الجو إن شاء الله. المهم شوفو 125 سي سي اش غيدير معنا إن شاء الله في كرب بيضو، رب الله ما يخيبش الظن ديالي إن شاء الله. أول حاجة إن شاء الله ندوز ندير ليسانس، عندي البلان إن شاء الله باش نتساو شي حاجة سميتها ليسانس. ما يميز هذا المطر هذا هو الريزيفوار كبير تبارك الله، يعني عارم تهز ماشي بحال ترون طروا ولا داك المطر الصغار حدك 3 لتر أما 4 لتر، خصك ديما دوز البومبا ديما دوز ليسانس. هذا لا نديرو دعاء السفر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الطريقة دي سبحان الله كنت ندوز عليها في الصباح خاوية، ريحت في القهوة حتى فطرت، باش الإنسان يفيق شوية ما نعش مزيان قبل بالليل، الإنسان يكون متابع شوية باش إن شاء الله لطرود إن شاء الله. تيقول بارك ازرق ازرق دابا نخدمو التريب. شوف هاد البلان شحال غيدير السفر، الانسان لابد يسافر برا مرة. المهم بقاو معايا استافدو ان شاء الله، ثلاثة يذهبنا الهم، يعني ثلاثة الاشياء يذهبنا الهم ديال الانسان، الا تصاب بشي هم او لا هم ثلاثة الاشياء سبحان الله كيكون سبب في إزالة الهم.
النوم والسفر ولقاء الأحبة. النوم الإنسان شو اسمه عاد يكون معصب طالع له الدم، مجرد كينعس حالي كيسفر ماطة، يعني صافي كينسى كلش. النوم والسفر، السفر سبحان الله كذلك، الإنسان ملي كيسافر كينسى الهم، تبدل الجو تبدل المكان، سبحان الله كينسى كلش. ولقاء الأحبة، الإنسان يتلاقى مع شي ناس عزاز عليه، شي ناس أحباب، هادو يذهبنا الهم أيها الإخوة. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يزيل الهم عن المسلمين يا رب. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب ولا تنصر عليهم. ولا طروت وصلت للسالة الجديدة. أنا في هذا البحر ديال الاستراحة، وقفت الموطوري شوية استراح ساعة ونص وأنا غادي شاد الطريق. أول تجربة ليا بالموطور السفر ديال لاطوروس، كان نظرة أولية بالنسبة للسفر بالبيكر بيدو، يعني كتعتبر مزيانة مقارنة مع الثمن ديالو، ولكن كيحقروا عليك الحديد صراحة، كيحقروا عليك الحديد بالنسبة لاطوروس، كيحقروا عليك بالمعقول، لأنك كتعتبر أفقر واحد في لاطوروس، فكاع الحديد كيحقر عليك، يعني كينعاضوا لأنك كيمشي ب 120 وكل اللي كيمشي كثار كاع. دائما الإخوان إلا كنتي غادي بشي موتور ديما دير عينك على الأر بي إم، يعني لفات الموتور، الدورات ديال الموتور، يعني كما كتشوفوا دابا في إلا كان كيبان لكم الطابلو راه داير تما العلامة ديال الخضر، يعني عندك مثلا الواحد الجوج ثلاثة حتى الثمانية، من الثمانية الفوق كاين هذيك العلامة ديال الأحمر، هذيك ما خصش الأر بي إم يوصل ليها، إلا وصل العلامة ديال الأحمر عرف بأن الموتور راه كيتحرق، عرف أنك باغي تكسر الموتور. فدائما عينك على الأر بي إم، ملي تشوفه وصل البلاصة ديال الأحمر صافي نقص عليه، لأنك لازمتي راه تخرج على الموتور. المهم راه تجربة مزيان، أدت بي حاليا دابا ساعة ونص تقريبا، ساعة ونص وصلت بها تقريبا شحال أم عزة سالة جديدة. أنا وصلت في قنيطرة إخوان، هذا مركز أسواق السلام كيف في قنيطرة، تقريبا قطعت تقريبا شحال 153 كيلومتر، تقريبا في ساعتين وعشرين دقيقة، تقريبا ساعتين وعشرين دقيقة 153 كيلومتر تقريبا. بالنسبة للطروت خلصت بوزنيقة، خلصت 23 درهم، من بعد بطلت السالة الجديدة خلصت 15 درهم، قنيطرة خلصت 13 درهم، وهذا الثمن يعني مبالغ فيه، يعني اللي جينا نشوفوا ثمن مبالغ فيه، تخلص بحالك بحال السيارات راه الدراجة النارية ما كتشدش واحد المساحة في الطروت، ماشي بحال السيارة اللي هي السيارة تقريبا كتوازن تقريبا 3 دراجات نارية، ومع ذلك كتخلص بحالك بحال الطوموبيلات للأسف الشديد. يعني المجموع ديال هذا السفر بالنسبة للخلاص في لاطوروس كان تقريبا 52 درهم، وهذه راه ليسانس راهي وسطك حتى الدار، ما علينا. بالنسبة للوقت اللي درت فيه تقريبا من الدار البيضاء إلى سوق ربيع الغرب تقريبا كانت 245 كيلومتر بالضبط، 245 كيلومتر بالضبط، خذات 4 سوايع ونص ديال الوقت. وبالنسبة للكوسوماسيون شحال كان للموتور، كان درت فيه 170 درهم، كان عمر البلان، وملي كنت راجع درت فيه 70 درهم. جيت للدار البيضاء وبقيت كندور تقريبا شحال المسافة 650 كيلومتر، 245 كيلومتر كلها لي تقريبا 75 درهم، 75 درهم ديال ليسانس، اقتصادي يعني بزاف. بالنسبة للتجربة ديالي بالخلاصة ديال الكلام، بالنسبة للي باغي يشري هاد الدراجة هادي، كما قلت سابقا أن الدراجة النارية غير مخصصة للسفر، يعني ماشي ديال السفر يعني 100%، هاد الدراجة النارية نقدر نقول لك يعني الملك ديال المدينة، يعني لا يعلى عليه بالنسبة للمدينة، يعني مخير وتحتاج لا تبريباريه لا حتى شي حاجه. بالنسبه للسرعه ديالو كافيه جدا في المدينه، 80% ديال الاستعمال ديال الدراجه الناريه في المدينه، و 20% راه ممكن يسافر بك يعني فيما بغيتي. ها هو لا بغيت خصك تصبر معاه،
ما نكذبش عليكم الاخوان، ملي صاف سلطونوت يعني الحديد كيحقر عليك بمعنى الكلمه. حنا كنحقروا عليه في المدينه، كنجيو حنا الاولين ستوب وفي الطريق، ولكن في لوطروت شيء يختلف. لوطروت يعني غتكون انت اخر واحد كيمشي في لوطروت. قلت له انتم عارف ان السيارات كيمشيو غير 120 كيلومتر في الساعه، 160 كل اللي كيمشي كثر كاع. هذا الجهد ديالو اللي جديت به تقريبا 85 كيلومتر في الساعه، هو يشد اكثر ولكن عاد تخنق الموتور، يقدر يشد لك حتى 100 كيلومتر في الساعه على حسب الوزن ديالك. دابا بالنسبه لي انا الوزن ديالي 95 كيلو، شد لي تقريبا كما قلت لكم 85 كيلومتر في الساعه باش كنت غادي به. بعض المرات كيكون 75 هكا، ولكن واحد خفيف الوزن ديالو 70 كيلو ولا 60 كيلو راه يشد به، يشد به حتى 90 كيلومتر في الساعه، يعني مرتاح الموتور مرتاح. 85 كيلومتر في الساعه يعني كنهضر على سرعه حقيقيه، سرعه بالجي بي اس. واللي كيقول لك انا عندي طونطروا ولا عندي 50 وكنشد 100 120، قول له سهله كما كيقولوا اخواننا المصريين، المية تكذب الغطاس، الماء كيكذب الغطاس. انا كنعرف نعوم، نقول هو الماء قدامي. جي بي اس جوجل مابس حاليا عندهم واحد الاضافه ديال عداد السرعه كاين في جوجل مابس، قول له خدم لي جوجل مابس وصور لي شحال شاد في السرعه بسي 50 ولا 33 ولا قاعد موطر الصح. قول له انت دير جوجل مابس ودير عداد السرعه فيها، راه كاين تما. دابا انا عطيتكم شي، انا عطيتكم شي سكرين فيها. المهم هادي هي السكرين ديالها، و شد الطريق وصور لي وشوف شحال شد تما، وتما يبان لك العداد ديال السرعه الحقيقي من الكذاب. في البيكر بيدو زايده شحال ب 7%، مثلا كنت غادي ب 67 كتكون غادي 60 حقيقيه اللي هي في جوجل مابس، 87 كتكون 80 في جوجل مابس، يعني زايد 7%. كما قلت لكم غير مخصص للسفر، هذه الدرجه الناريه غير مخصصه للسفر بهذا المحرك اللي هو 125 سي سي، يعني متواضع جدا. هذا ملك المدينه بامتياز. هذا ما كان الاخوان، هذا هو خلاصه الفيديو. كما قلت لك الا كنت تشريه المدينه بمثل الخدمه واحد 50 كيلومتر 40 كيلومتر، راه مخير رقم واحد بالنسبه للاقتصاد، يعني اقتصادي بالنسبه للثمن ديالو 14000 درهم و500 بالنسبه للون الاصفر، وهذا 16000 درهم. لا بالنسبه للكوسوماتيو يعني اقتصادي رخيص، سالكش الوقود بزاف، اقتصادي درك تشريه وتستعمله في المدينه للخدمه. لك تسافر به راه خاصك تصبر معاه، حيت ما يديكش بهذيك السرعه اللي كتصور، يعني يديك مثلا 100 كيلومتر ولا 120، يعني هذه ما عمرك ما تحلم بها. اخر الجهد ديالو 80 كيلومتر في الساعه ولا 85، هذا الجهد ديالو يعني مرتاح. الا زدتي فوق هذا الشيء هذا غادخل في الاحمر، غادخل في الار بي ام ديال الاحمر اللي هو الموتور يبدا يتحرق. فهذا الشيء ان شاء الله نساوي في فيديو اخر ان شاء الله. مازال عندي فيديوهات اخرين ولكن مازال ما حطيتهمش.